استطعت باش انني نختم القران في خلال ظرف 3 سنوات. برغم انني فاقده للنظر الا ان القران عوضني عن كل ذلك. لا انا اصلا يعني ما كنشوفش الظلام ولا النور ولا ما عنديش حتى يعني مثلا اللون الاسود ما يمكنش يميزوا على جميع الالوان. الله نور السماوات والارض. اسمي اسراء هلال، سن 13 سنة، المستوى الدراسي اولى اعدادي، مدرسة امام نافع للتعليم العتيق. انا في البداية كان يعني عندي حب للقرآن الكريم وتعلق بالقرآن، فالأم ديالي هي اللي بدأت معايا، كان عمري 4 سنين، كانت بدأت كتحفظني الصور القصيرة، مثلا جزء عما حزب سبيح بالخصوص. ومن بعد يعني شرى لي الوالد كمبيوتر فيه جزء عما، فبديت كنحفظ. وفي هذا الوقت كان عندي 5 سنين، دخلت المسجد النيل للقرآن الكريم، فالحمد لله لقيت مساعدات من أساتذة من أستاذات، والحمد لله استطعت باش أنني نختم القرآن في خلال ظرف 3 سنوات. فأنا بديت القرآن في عمر 5 وختمت في 7، الحمد لله. القرآن بالنسبة لي أنا يعني مساعد، هو كل شيء في حياتي. لولا القرآن يعني تكون الحياة ناقصة. أنا القرآن الحمد لله عاوني بزاف في حياتي، عاوني في الدراسة، عاوني في كل شيء الحمد لله، ويسهل عليا الحفظ حتى ديال الدروس آخرين، لأن ملي كتحفظ القرآن الحمد لله الذاكرة كتقوى. يعني الحمد لله القرآن يعطيك الأمل ويعطيك يعني كل شيء. فبرغم يعني الحمد لله برغم أنني فاقدة للنظر إلا أن القرآن عوضني عن كل ذلك. يعني القرآن يعوض عن البصر، يعوض عن كل شيء. القرآن هو سند وعون في الحياة. لا أنا أصلا يعني ما كنشوفش الظلام ولا النور ولا ما عنديش حتى يعني مثلا اللون الأسود ما يمكنش يميزوا على جميع الألوان. الصراحة ما كيبان لي والو، لا مثلا دابا حتى الظلام ولا شي حاجة ما نقدرش نعرف دابا واش الظلام ولا واش الظلام. انا من خلقت وانا يعني ما كنشوفش هيدا الحمد لله من الاول، والحمد لله يعني قدرت انني اندمج في المجتمع، قدرت انني يعني متقبله راسي، وما كنحسش بانني عندي شي نقص ولا شي حاجه، ما عنديش شي مشكل في الحياه الحمد لله. يعني المساعدات من الاسره، من الوالدين، والحمد لله حتى المحيط، المجتمع ايضا يعني كتلقى مساعدات، كاين التعاطف، كاين الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة شرقية ولا غربية
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. يعني بصراحة المسابقات هما يعني مجرد يعني تحفيز وتشجيع باش تقدر انك توقف حدا الجمهور، تقدر ما يكونش عندك شي مشكل او شي تخوف مثلا. ويعني المسابقات الحمد لله كي ساعدوني على انني نزيد نتمكن من القرآن الكريم، فقط يعني انك كتحس بان كاين واحد المنافسة قوية من قبل طرف اخر، يعني كتحاول تزيد وكتحاول تحفظ باقي اكثر. اغلبية ديال المسابقات اللي شاركت فيهم كانت داخل طنجة، ولكن الحمد لله يعني هاد المسابقات هادو هما اللي كيحفزوني باقي نزيد القدام ان شاء الله. ان شاء الله دابا الحمد لله مسابقة محمد السادس دوزنا تصفية المحلية، دابا ان شاء الله كاين تصفية الجهوية اللي غادي تكون في تطوان ان شاء الله. تحدي القراءة العربي هي كانت بمثابة تحفيز على زيادة قراءة، على زيادة نسبة القراءة لدي، والحمد لله قرأت فيها عدة من الكتب وكانت تشجيعا، ولا زالت الحمد لله يعني بمجرد أنني كنت أفكر بأنني شاركت يعني في مسابقة تحدي القراءة العربية كنحاول نزيد، كنقول يعني لماذا أنا قدرت نشارك في مسابقة تحدي القراءة العربية وقدرت نوصل للوطني، علاش هاد المرة زعما ما نديهاش؟ يعني دابا الأغلبية دابا رجع الجدول. دابا أصلا يعني عندي من 8 ل 6 في مدرسة، فمي كنجي من مدرسة طبعا كنرتاح شوية ومن بعد كنشوف شي كتاب ضروري. الأغلبية كنقرأ في الأدب العربي وفي الشعر، كيعجبني نقرأ بزاف في المجال الأدب، المجال الأدبي، ولكن كيعجبني في نفس الوقت كنقرأ في الجانب العلمي، يعني باش يكون الثراء من جميع المجالات. الحمد لله يعني كاين اساتذة كثر يعني كيشجعوني بزاف حتى في المدرسة وخارج المدرسة، ومؤسسة يعني التفتح الفني والأدبي كان الأستاذ أحمد الحريشي، كان يعني مدير المدرسة المؤسسة الأستاذ طارق اليزيدي، كانوا مجموعة الحمد لله من الأساتذة اللي كانوا كيشجعوني وباقي لحد الآن باقي كيشجعوني. فقط محاولات بسيطة، يعني محاولات بسيطة يعني أنني نكتب شي قصائد، ولكن الحمد لله يعني كاين الموهبة. بصراحة أنا أنصح كل من فقد البصر أو فقد أي شيء يعني أن يكون عنده تقبل، أن يتقبل الوضعية، يعني ما يبقاش دايما يفكر أنا ما عندي شيء، أنا يعني ولينظر يعني يشوف الناس آخرين هذا شنو ما عنده شيء وآخر شنو ما عنده شيء، يعني ما يبقاش يشوف غير هو، وفي نفس الوقت يعني يقراو ويشوف يعني ويحددوا الأهداف ديالهم المستقبلية اللي خصهم يوصلوا لها في المستقبل. يعني مثلا يعني شي واحد هو عنده كل شيء ولكن ما يعني ما عندوش الرغبة في القراءة، إذا كان مبتعد على طريق الله فإن عليه الرجوع والاستقامة، وإن كان غير ذلك يعني مثلا أنه يعني لا يحب القراءة، أو يعني إذا كان عنده شيء مثلا يعني كتعجبه شي صنعة ولا شي حاجة، فالأفضل له أن في الأولى به أن يتعلمها، ولكن يعني إذا ما كان عنده والو راه ضروري كخصو يكون عنده شي هدف في الحياة. يعني الله تعالى أعطانا كثير من النعم ولم يطلب منا شيئا إلا الشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وإن تكفروا فإن الله غني عن العالمين.
الله لا يحتاج منا غير الشكر، هو أعطانا النعم يعني أفاض علينا من نعمه وأسبغ علينا من خيراته العميمة والكثيرة، فنحن الأولى بنا أن نشكر لا أن نجحد يعني بنعم الله. الحمد لله، يعني السعادة يعني الرمز السعادة هو الاستقامة والحفاظ على طريق الله، والحمد لله يعني ستتحقق السعادة مهما كانت الظروف والهموم والأحزان، فلا تحزن إن الله معنا. أنا إن شاء الله يعني أطمح أن أكون شاعرة وأديبة يعني إن شاء الله في المستقبل، أرجو أيضا يعني نكون إن شاء الله واعظة مرشدة، يعني إن شاء الله يعني أرجو من الله أن يتحقق كل ذلك. وأقدم الشكر لكل من ساعدني وساندني، لأبواي، لأساتذتي، لكل من كانت له يد العون في أن أتعلم وأن أتحفز على مواصلة طريقي. أنا القرآني ودربي فلاح، حياتي حياة الهدى والصلاح، إذا ما عصيت فإني أتوب، إذا ما زللت فإني أؤوب. أنا القرآني ودربي فلاح، حياتي حياة الهدى والصلاح، كتاب الله يحببنا إلى ربنا ويقربنا، فتسمو النفوس وتعلو الهمم، بقرآننا نرتقي للقمم، إلى الفردوس لنا سائق، إليها يقال لنا سابق. أنا القرآني ودربي فلاح، حياتي حياة الهدى والصلاح.